خلونا نروح دلوقتي مع حضراتكم في جولة في المحافظات، ومعانا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت في المحافظات، أبرزها إنشاء 8 مجمعات بيطرية ضمن مبادرة حياة كريمة في الغربية، والنزول بالحد الأدنى لتنسيق مدارس الثانوي العام إلى 224 درجة في سوهاج، والموافقة على صرف الدفعة 165 من قروض مشروعات شباب الخريجين في الدقهلية، وأخبار تانية كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي تم فيها زراعة حوالي 1180 شجرة مثمرة وشجرة زينة على مستوى الأحياء وعلى الطرق والمحاور المرورية. وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنه تم التجديد على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بالتنسيق مع كل الأحياء للبدء فوراً في زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء علشان تكون متنفس طبيعي للمواطنين. امبارح استعرض محافظ أسوان إنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة، واللي بيقع على مساحة 500 ألف متر مربع وباستثمارات 20 مليار جنيه. المجمع بيساهم في توفير 3000 فرصة عمل مباشرة. في الجيزة قال المحافظ اللواء أحمد راشد إن مشروعات التعليم والصحة بيحتلوا جانب كبير من مشروعات مبادرة حياة كريمة، وقال كمان إنه لحد دلوقتي بلغ عدد المشروعات بقطاع التعليم 80 مشروع ما بين إنشاء مدارس جديدة وإحلال وتجديد وتوسعات لمدارس قائمة بالفعل، وده علشان استيعاب الكثافات الطلابية، ده غير إنه تم تنفيذ 36 مشروع في قطاع الصحة لرفع كفاءة المستشفيات وإنشاء مراكز ووحدات صحية. في المنوفية حجز فريق الجامعة مقعد في نهائي بطولة كأس مصر للجامعات المقامة بالإسكندرية، وده بعد الفوز على منتخب جامعة الزقازيق بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي باستاد جامعة الإسكندرية. في بورسعيد أعلن المحافظ اللواء عادل الغضبان إنه هيتم البدء في تطوير شامل ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور بداية من الشهر اللي جاي بالتوازي مع الأعمال الجارية بمنطقة أبضايا. في سوهاج أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومية ل 224 درجة فقط، وده في المدارس اللي ما فيش فيها كثافات عالية. في المنيا أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية هوارة التابعة لمركز مطاي تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين. القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1624 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان. في الغربية قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري إن قطاع الطب البيطري كان ليه نصيب كبير في مشروعات حياة كريمة، وتم إنشاء 8 مجمعات بيطرية بمساحة 180 متر في القرى التابعة للمبادرة. في بني سويف أجرى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم زيارة لمركز الوسطى، وتم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية، وقال إنه هيتم تحويل القرى المحيطة بواحة ميدوم إلى قرى تراثية ذات طابع خاص بدعم الثقافة السياحية والتراثية للقرى. وقال إنه هيتم تحويل القرى المحيطة بواحة ميدوم إلى قرى تراثية ذات طابع خاص بتقوم بدعم الثقافة السياحية والتراثية للقرى. في كفر الشيخ أعلن المحافظ اللواء جمال نور الدين إنه هيتم تطوير 4 ميادين بعاصمة المحافظة، وده ضمن خطة التطوير اللي بتشمل إنشاء محاور جديدة بتربط ما بين شرق وغرب المدينة، إضافة لتوسعة الطرق للقضاء على التكدس المروري والزحام في شوارع المدينة. في الدقهلية وافق المحافظ الدكتور أيمن مختار على صرف الدفعة 165 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يوليو 2022، وده بإجمالي 750 ألف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.